تفضلوا تفضلوا استريح على فضلك يا رب. والله وزارتنا البركه يا خال. اهلين وسهلين بالماهين. الله يخليك تسلم. اهلين اهلين اخي فكري. اهلين اخي ابو الفوارس، الله يسعد مساك. شايفين يا جماعه هاللمه ما احلاها؟ والله انه جمعتنا حلوه. اي والله لك اهلين بعمي شاوي. اهلين عمي صبحي، الله يسعد مساك. شلونك عمي فارس؟ والله مشتاق لك يا عمي. مشتاق لكم عمي. الله يسلمك الله يسلمك. مختار شو هالبلوه؟ ليش تتخبكني فيها؟ لك شو بلوه يا الله يرضى عليك؟ هي بلوه هي. انا بعد في زماني زكوا يسرق لي اياها من بيت الشاويش ولازم ترجع له اياها. والله وجب لك اياها، ليش ترجعها؟ طلعت مو الي، طلعت للشاويش. ايوه هي مو لها. لا مو الي، وهي امانه كانت عندي، وكل غرض مو الا لازم يرجع لاصحابه. بعدين الله يرضى عليك بتحطها وبتجيب لي الوراق. عندي الوراق اهم من كل شيء. كبير يا مختار، كبير كبير وامين وصاحب زمي. الحمد لله، هذا فضل من رب العالمين. يلا روح تيسر. شو؟ مختار مشان الدفعة. كل العالم هيك. مسيك. ولما بجيب لي الوراق، لا مناح مناح، لما بجيب لي الوراق بتاخذ حسابك على دور زبالة. اعتبرهم صاروا عندك. اتكل على الله. اتكل على الله. شو بتحبي ساعدك مرت عمي؟ ان شاء الله بتقبري عيوني، ما بدي انا اعذبك بشي. ولو مرت عمي نحن بدنا خدمة تحرس صبريني. أمورتي أنت المهرزة حبيبتي. ماشي الحال، إيش كان هيك؟ امسكي خدي هذا الصدر على الحرم لك. بأمرك. وأنتي حبيبتي خدي هالسلطة ووراها. وهلا بترجعوا بعد شوي بتاخذوا الصحون والمعالق. ها الصحن. الله يمضي هالليلة على خير. الله لا يوفقك يا مختار على هالبلوه اللي بليتني فيها. هلا صرت تعرف بالامانه شلون بدي اتعربش فيها هي. لنشوف شو الله بيسر معنا. يلا لك يا ميت اهلين وسهلين، شرفتونا والله. كلوا تقبروني كلوا، ان شاء الله الف صحه وعوافي. ميت اهلا وسهلا بحكمة خانم وبناتها. تسلمي لي يا وصاه. اهلا وسهلا بفريال خانم وبناتها. اهلا وسهلا فيك يا قلبي. لك اهلين وسهلين بابتكار خانم. شبك تقبريني؟ كانه مو على بعضين. والله هيك حاسه اني تعبانه كثير ونفسي عم تلعب، ولولا غلاوتك والله ما كنت اجيت. يا سلامة قلبك تقبريني، رح اقوم ساوي لك كاس زهوره. لا لا تقبريني، ما بدي شيء غير سلامتك، والله تعبانه كثير. طيب معناتها امسكي كلي هاللقمه من ايدي. لا لا ما بقدر والله، ما خلص ايدي خلص ربيع راحتها. لا لا معلش خليني تاكل بس لقمه بس لقمه. ما قدرانه ما قدرانه يسموا هيك اكلي يعني مو عاجبك تقبريني. فيك الخير والبركه بس والله نفسي عم تلعب كثير. هي هي اللقمه الله ما قدرانه تقبريني. خلص كلي انت كلي. طيب ماشي الحال يا ميت اهلين وسهلين. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوني والله. ان شاء الله بيتك عامر يا رب. تسلمي لي بوجودكم عامر. بيت منور بصحابه ما يتعلمه. إن شاء الله ألف صحة تشكري قاسي. الله يا سلام يا سلام، شو هالأكلة هي؟ شي ناهي شي ناهي. صحتين وهنا أبو رشيد. على قلبك
للوكيل من زمان ما التقيتني. الله يسلم ايدين اللي عملها. امين. صحة. ان شاء الله صحتين ونعمي. مطرح ما يسري يمري. الله يخلينا يا رب. كل اخي كل. الاكل على قد المحبة. لك على الحكي يا ابو الفوارج، رح ناكل كل شيء موجود على الطاولة. صحة وانا ان شاء الله. صحة وانا. الله هات لك بجاي عمي هات لك. يلا حاضر حاضر عمي. انا. اسكب لي لعمك اسكب له. هات لك اسكب له. انا. الله يسلمك اياه. بعدين عمي. صحتين خالي ابو رشيد. اهلين وسهلين انا بسكب لحالي. ان شاء الله هلا. صحتين وانا. وينو عمي الشاويش؟ وعدني بس يخلص شغله ويجي يسهر عندي. والله ما عم صدق حالي لك أمير. لك يا ريت أبي عمل هالعزيمة من زمان حتى أقدر هيك شوفك. من قلبك هذا الحكي ابن عمي؟ لك قال من قلبي لك. لك من صمصين قلبي من جوا. خذ الشاي قبل ما يبرد. مين قال لك بيبرد؟ إذا برد نار قلبي من جوا بتسخن. أوعك تحرق حالك ابن عمي. لك يا ريتني أحترق لحتى يكون هذا اليوم أسعد يوم بحياتي. Thank you.
سيدي حارس حرام. حارس حرام؟ أنا اليوز باشي نشعت ولك اللي أشوف شو سرقت من بيت الشاويش؟ احكي لها سيدي ما سرقت شيء ما سرقت شيء ما سرقت شيء لا احكي شو سرقت أحسن ما خلي بذر مخك يلزق على الحيط أقدر أشوف سيدي بحكي بس إيماد مش على إيماد لف وشك على الحيط ولا لف وشك على الحيط لف وشك بعيدك أبو إيه سيدي إيه بعيدة أمرك سيدي أمرك شو مخبي شو سارق ما سارق شيء سيدي ما سارق شيء ما سارق شيء سيدي تا شو هدو؟ صار له سيدي وراء أنا ما دخلني فيهم هدول هن قالوا لي اسرهم مين هن؟ الباشا والمختار وفارس الباشا والمختار وفارس؟ معناته قديش مهمين هالوراء لحتى قالوا لك اسرهم مين شو؟ شكل هيك ولا؟ شكل هيك؟ شوها الله لا يوفقك يا باشا ولا عز وين راحة لا اي والله صفرة دائمة يا ابو فارس وعبال ما تفرح بولدينا فارس وصبحي وناكل صفايح وأوزي وبعدين اطيف عصافيري وبدلو تكرم لعيونك خال لعيونك اي والله يا خال مثل ما تفضلت وحكيت والنعم منك يا فارس يا اخي وان شاء الله هالبيت بيعمر بحسه بحس اولاد اخي الله يخليك تسلم يا اخي فكري تسلم الحمد لله عملك حلو يجي شو راح يصير بيت الوالي شو تقبرني ما اجى هالمقوض لا ما اجى يلا ما عليك شيء طول بالك حبيبي الا ما يجي ايه لك ماني مصدق امتى تجيب لي الوراق لك ما برتاح لحتى اشوفهم بين ايدي ايه تقبرني حاجه تفور بدنك وحياة عينك ما بتشوفه الا صار عندك ايه ان شاء الله وينك شو رايك اعمل لك كاسه شاي تروق فيها اعصابك لك ماني نفس حد شيء بيت امي ليش تقبرني بلاش شاي بعمل لك زهورات بتروق بدنك روحي يلا روحي ما راح روح بدني حتى اشوف الوراق هذا اللي بريح لي بدني اكيد عزو هلا بيكون عم يدور على الوراق وما بيرجع بدون ما يجيبهم لانه عزو روح قلبه المصاري وحرام يحريف من الدرجه الاولى ان شاء الله يجيبهم يا رب وشو بدك منه لحتى جاي لعنده بهالوقت عزو افندي عاوزه ضروري عتريس عاوزه ضروري ياجل موضوعك للصباح لانه هلا بيكون نايم ما بقدر اجله وبعدين هو قال لي تعال لعندي بالوقت يا اما بتقلي شو بدك منه يا اما احد من هون عزو لا حول ولا قوه الا بالله ما بقدر عتريس ما بقدر معناتها احد من هون عزو ايه شو عليه راح احيط بس بكره الصباح اذا الطيور ماتت بركي بإذن الله ساعتها بلحقك فيهم ولي القصة بتخص طيور الباشا لكن شو لي ساعة عم قلك انه شغلة ضرورية الشغلة فيها حياة او موت لا عزو لا دخيلك إيه والله الباشا بيستغني عن نص الحارة ولا بيستغني عن طير واحد من طيوره رايح قله وراجع لعندك يلا عم استناك عزو لا تحرك من محلك رح قله واجي على السريع يلا ناطرك إيه يلا لك ليش مخليه برا؟ بسرعة خليه يجي لعندي حاضر سيدي يلا حاضر فوت عزو فوت بس الكلام اللي صار بيضل بيناتنا ها لكان انت اخي لك عتريس اخي بري عليك عزو شريف يا الله شريف عطريس مور بشر روحوا منا في الجنة الأول صار يا عزو وينهم؟ هادو بشوف وينهم؟ شو النسيب ما؟ يا
نوراء يا بهيم، نوراء وين هون؟ سيدي انا انت شو؟ على اساس اليوم ابو فارس عزب اخوه وعائلته على العشاء. مظبوط سيدي مظبوط. حلو، وعلى اساس كمان تنزل انت على بيت الشاويش وتسرق الوراء. وهذا اللي صار سيدي. حلو كتير. اصبح وين الوراء اللي سرقته؟ اخذوه. مين اللي اخذوه؟ نشأت افندي. وشلون اخذوه منك؟ سيدي مو هو اللي كان عم يحرس الحارة؟ اي انا امرت بهالشي لحتى ذله. سيدي معناه انت اصل البلا، يعني من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. رجلك احسن ما اقطع لسانك. سيدي يا ريتك ما خليته يوقف بالحارة، يعني انا نازل من الصوح بيت الشاويش لسه ما وصلت على الارض لقيت حدا دق فيه. اي وبعدين؟ شو بعدين؟ سحب علي الطبنجة وهددني واخذ الوراء. يعني الوراء ظلوا بايد اليوزباشي؟ اي نعم سيدي. الله لا يوفقك، والله لا يعطيك العافيه فوق تعبك. لك يا ريت ظلوا الوراء بايد الشاويش لا بقيوا بايد اليوزباشي. اسمعوا له، بتروح عند شعت بتجيب الوراء من تحت الارض وبجيبهم باي طريقه، فهمت؟ سيدنا وبركة وصني يا أوصك. ما بيهمني، المهم الوراء توصلني وإلا بعلق مشتاقتك. ها خلاص سيدي، فهمت فهمت. ويا ويلك ويا ويلك ويا سواد ليلك إذا بترجع ما بيكون الوراء معك. يا ويلك. أمرك سيدنا أمرك. روح نلع. شو هالحظر بيدي بقى؟ انت معزو داعي دلي. وهي لعنك يا مختار النحس، انت واللي رد عليك. بيه ديك لك كل هالعمايل هدول صارين على المختار والباشا. لا وعاملين حالهم اوادي وقلبهم على الحارة، راكلين هم الناس لعما ما اكذبوا. شو عليه شو عليه يا باشا؟ هلا صار عندي الدليل يلي دكك فيه بالقلعة انت والمختار، وقعدوا ما حدا سمى عليكم وهذا الدليل، وانا اليوز باشي نشف. الحمد لله خلصنا هم ونزاح عن ظهري. والله كانت سهرة حلوة يا عم. طبعا حلوة حبيبي، لأنه مين اللي تعذب غيري أنا؟ الله يعطيك العافية يا عم. الله يعافيك تكبرني. ويساري يرضى عليكي. حقيني على الأوضة بدي أحكي معك كلمتين. إيه أمرك ابن عمي. يا سيدي هي أحلى سهرة كانت بحياتي. إيه والله مو أحلى سهرة، لك هي لك هي هي ما بتنتسى. لك دخيل عيونه لما شفته صار قلبي هيك يرقص رقص، لك ما بعرف شو صار لي. أنا كمان لما شفت العزمية صار قلبي نط نط. بس يعني أبوك ليش ما فتح موضوع الخطبة قدام عمك؟ لك شو بيعرفني؟ بجوز لنواعد هذا اللي اسمه أبو رشيد. اقطع عمره شو غليظ. لك شفته شلون عاد أكان؟ شفته؟ شفته سيدي. المهم أنا إني شفته وحكيت معه. إيه والله وأنا كمان. طمنيني شو صار معك؟ ولا يهمك ابن عمي، أنا قمت لك بالواجب على كيف كيفك. لك بعرف، بس بدي أعرف مشان نلح الإنجليزي. الكل أكل منه بس من عدا أفتكار. الله لا يعطيك عافية، معناتها خطتنا فشلت. ما رضيت ابن عمي تاكل، قال شو مرضاني وإجت لعندي من يوم مشان نحن ما نزعل. لك بطعمية بالزور غصب عنا. لك ابن عمي أنا أعطيه اللقمة وهي ترجع، أعطيه اللقمة وهي ترجع، حتى حكمة كانت تشد على ظهره. يا حويت العزيمة هي، لك كلها كانت مشان افتكار وفريان. ولا يهمك ابن عمي، فريان أكلت لحتى نبق بطنه. أكيد؟ لك الله لا يعطيك العافية، شلون هيك بتخليه ياخذ الوراء؟ شو بكيفي مختار بكيفي، عمل لك هددني بالطبنجة، يعني لو ما عطيته اياهم كنت رح تفرق عملي. يا اخي عن روح كلها فرق عملي، شو ساوي هلا؟ شلون بدك ترجعهم؟ الباشا قال انه هو بياخذهم مني. نعم الباشا بيعرف؟ ايه بيعرف، الباشا بيعرف لانه طلبهم مني وقبل اب فارس طلبهم مني. كملت معي والله كملت معي. مختار شو ورقة من الوراق اراها الوزباشي هون. تمام الورقة. شو بعرفني انا بس، يعني هو فتح الورقة ما بعرف شو صار له، تغير كله وشه وعيونه بظوا من قرنتون. لك الله يلعن الساعة اللي قلت لك ساوي هالشيء، الله يلعن هذيك الساعة. لك لساتك قاعد
ومن خلتي أم والله لا يعطيك العافية بجاني خلق مصورة لعم على البلوي شو هاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مو تعي شوفي هالشوفة مو هي المشربية اللي زقت من عنا؟ يمكن شو؟ يا لك شبكم الشبيل عاد شوفي شوفي شوف ايوه لك هاي المشربية طبعا شدوا لعبي لك رجعت المشربية لك عمي مبسوط بعمره هلا الله يرحمك يا عمي رجعت المشربية بس ما عرفنا هي شو جابها لهون ابن عمي ايه بلا شو جابها لهون والله ما بعرف يا ابي بخيلك انا فهيم فهيم انا مين انت ولعك لك انا يوزباشي فهيم شو انا منو يوزباشي بدك تقول كلمه السر بدك تقول كلمه سر عم اقول لك انا يوزباشي فهيم اذا ما بتعرف كلمه السر بدي خلي بزر مخك يلزق بالحيط صدق دخيلك قول ولعك لك دخيلك والله نسيتها يا سيدي نسيتها نسيتها ذكرها شو سيدي طيب اعطيني أعطيني بس أول حرف أو أي حرف من كلمة السر سيدي أي حرف ماشي أعطيك حرف يا سيدي حرف الطه طه 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 يا ليل يا عين سيدي يا ليل يا عين لك ما فيها ولا طه يا عمار ومطعن ومطعن زين بطع أشوف يلا يلا دخلها تاني إلى اليمين نفذ وين يمين سيدي هيك دخلها الحين أيوة يلا يا معلم صار دخلت عن الى اليسار لك والله لا امزح فيك الارض مسح لك اعمل لك يلا لفي ارضك لفي ارضك مثل ما انت لف لك شلون بدي لف والدحرج دحرجة لك شلون ما عم تدحرج شلون يعني بدي تحرج سيدي هيك وياك دحرجك روح لك سيدي لك يا سيدي والله والله تعطيت اعظامي تعطيت اعظامي تعطيت اعظامي شو قلت لك انا؟ ما قلت لك بدي خليك تشوفني مثل الكابوس بمنامك ماشي انت قد هذا الكلام انا قده انا بس استناني لبكره الصبح بدي ارجع انا اليوزباشي ورجعك على الريف مو بس على الريف لك انت ما بتستاهل انت بتستاهل تنحط بدل الحمار اللي بيشد الطنبور لحتى تشد العرباية لانه مانك اسكن منه يا حمار ماني اسكن منه يا حمار يلا واحد قليل دمك اولك إلهي ربي يغضب عليك يا افتكار ما حدا نفذ غيرك الله ومحول هديك الساعة اللي أكل فيها عندك يا وصال ولي شو الوجاهات أخ ظل أي وفقك يا وصال لشرنة ما شاء الله ما عرف اليوزباشي أنه أنا يلي قلت لك لا ما درت شي أنا ما جبت له سير ابنه بس أخذ مني الوراق وربع حميد قدرت أقرأه مشان هيك تأخرت وما جيت لعندي؟ وين بدي اجي معلم وين بدي اجي؟ كان عم يفتل بكل الحارة يلا انصرف روح روح خفف وين بيروح؟ هاي فوق ما كنت رح روح حالي وكنت رح طواص ماشي الحال بكره مروق لعندي على الحمام مع انك ما بتستاهل شيء الله معك تيسر كثر خيرك بوسيقى
ابن عمي ابن عمي. خير شوفي؟ فريال حمي عليها الطلق وشكلها تلات. شو هالحكي؟ مثل ما عم لك. يا على الحكي، ما حلها لسا امبارح ما كان فيها شيء. والله ما بعرف، طلعي شوفي الله يرضى عليكي. يلا تقبرني يلا. يلا يا حكمة طالع لعندكم يلا. ما لقيته؟ لا والله يا باشا، رحت عنده على البيت دقيت الباب قامت طلعت لي امه قالت لي انه ما انا موجود. طيب سألت عنه بالحارة؟ إذا كان ما سألت عنه، دورت عليه الحارة دخلوشي دخلوشي، وما خليت حدا إلا وسألته عنه، حتى سألت زكو قام قال لي اليوم ما شافه. ماشي. روح شوف شغلك. أمرك باشا. يعني معقول يكون نشأت مسكوا إلى قلته ودكوا بالحبس؟ الله لا يوفقك يا عز على الورطة اللي مر فيها. لازم نفكر شوي مع المشكلة. على طول بتحسن ببيتها. يا رب عبد الرحمن يا رب. يا رب لا تخشلي يا رب. بسرعة روحي سخني مي يلا عمك. يا عمو شو خالتك عم تطلع؟ أمي. إن شاء الله تقوم بالسلامة يا رب وتجيب لنا تقوم بنات. يو تفي من تمك إن شاء الله الصبي. لك هلا صبي ولا بنت أنت وياها؟ يلا روح منوشي. يا لطيف يا فريال إذا بتجيبي الصبي لشوف ساعتها شو بده يصير بأبو فارس والمختار والباشا. خير 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 إن شاء الله أخي. برد أخوك عم تلاد رايح بيجيب الداية بتحسين. طيب خليني أتفضل. لا بعد أنت فهمني إيش بقى على عبرك خلص على الوحدة. يا رب يا رب عبد الرحمن. الله لا يعطيك عافية فوق تعبك. يخرب ديارك يا وصال. بدل ما تسقط رحت لك. لك والمصيبة كمان إذا كان إجا صبي. أعوذ بالله أعوذ بالله. ليش دقنك طويلة يا شاويش؟ سيدي والله عم بحلقها صبح ومساء. كذاب! أنا قلت بتحلقها المساء وبس. وقف شوف الهندام. الهندام عندي أهم شيء هون، فهمت ولا لا؟ الهندام ما شاء الله على هندامك سيدي. انت هندامك انت شايف هندامك ما شايفه انت. احكي بأدب احكي بأدب واحترام. عم تحكي مع الكراكون انت. خلاص عمرك سيدي الكراكون. نبه هيك رازع لك. طب نعم. الو نعم. اهدي لعمي تاني. نعم سيدي. معك سيدي. شلون سيدي؟ شلون سيدي؟ حاضر سيدي حاضر. نعم سيدي نفذ نفذ الأمر سيدي. احترام احترام سيدي. شو بده منك الباشا؟ يا كيوز باشا. تفضلوا سيدي. شو هاي؟ تفضلوا سيدي تفضلوا. صرفوا لمكانكم سيدي. رجعتوا انتوا لوز باشي سيدي. يا سلام عليك. يعني رجعني الباشا لوز باشي؟ نعم سيدي. الله كتر خيرك يا باشا. راسي من فوق. والله قلت لك قلت لك يا فهيم الدنيا دواره وبكره الزمن بيدوس وبقلب الدولاب. تعال اول شغله شو لك هي؟ سيدي انا هي مو لك شيلها هي الي. حاضر سيدي. تا اي هون. نعم سيدي احترامي سيدي. تعال اشرح لك وحده ثانيه لانه انت بترجع عرفت شلون ترجع على الريف. حاضر سيدي برجع على الريف بس انا لازم ارجع شاويش سيدي لانه شواشك ضريب اللي يخلع الرعب شيتك. الشاويش عم يفكري سيدي. الباشا قال لي اسمع كلام اليوز باشي وانت بس خلاص ولك تسمع كلامي. حاضر سيدي. كلامي بدك تسمع. كلامك سيدي. ايوه وبدك ترجع حارس تحرس الحارة كل يوم مثل ما كنت عم انا وعمي فكري عم نحرسها كل يوم فهمت؟ انا سيدي بدي ارجع الحارس. لا اي شو بدك ترجع؟ حاضر سيدي. اي حاضر. هريتني هري هريت اللي لا اي روح روح انت خرجت في السيري وش باجي؟ اي انا اللي وش باجي نشعت. والله لمشيك ونك اي
والهي لا يوفقك يا ام تحسين، على اساس ملح الانجليزي بسقط مو بحمي الطلب. وهلا هلا شو بدنا نساوي؟ ما في إلنا غير نحن نستنى يعني لنعرف شو رح تجي. لسه بدك يعني استنى؟ لك ما عاد فيني صبر، ما عاد فيني صبر، ما عاد عندي اعصاب اتحمل. طيب ابن عمي انت شو بدك يعني انا ساوي لحتى ساوي؟ امي امي بسرعه بس يا ابو عيكي وروحي لعندهم وشوفي لي اياها شو رح تفقس صبي ولا بنت وتعي خبريني. حاضر هلا. لك امي حركي. حاضر حاضر حركي امرك. ولي على هالمصيبه يوم يومك يا ابو فارس، يا اما بتضل فوق يا اما بتصير تحت. بس حتى لو جابت له صبي لازم نتخلص منه بأي طريقة. إيه لازم نتخلص منه بأي طريقة. وينه؟ إجت أم تحسين يا أبي. يلا 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 رجل يلا تحسين يلا كل شيء جاهز فوق يلا 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 أم تحسين يلا يلا الله يرضى عليك. يا رب يا رب تجي بنت. ندر علي 200 رطل خبز للفقراء اذا كان اجته بنت. يا الله يا كريم بنت يا رب. اهلين اهلين فيكي وبهالقامه وبهالعيد. تسلميلي طمنيني خالتك عم تولد صحيح؟ ايه مزبوط مرت عمي. خير ان شاء الله يا حام. اجيتك بنت مثل القمر. مبروك سيلفي، مبارك ما اجاك، تربى بعزك ودلالك الي. الله يبارك فيكي مرتخي. تربى بعزك يا بي. مبروك ابن عمي. كل شي بيبعته الله يا محلا. بعدين شو بهم البنات؟ والله حنايين. معلش تقبرني معلش طول بالك، والله هيك ما بيصير مشان صحتك يا روحي. لا كثير حريصة على صحتي، لك ما رح تجين النقطة غير من وراكي ورا فعايلك. يا رب دخيلك اذا كان صحي، ليش انا شو خصني ابن عمي؟ لك شلون بتزعليها تحسينا؟ شلون بتزعليها؟ ما كانت جابت لنا خبر شو جابت حرمته للشاوي؟ لك انا شو خصني؟ هي المقوصه طولت لسانها شو يعني؟ اسكت لو انا مرت المختار. لك بتخربيها وبتعدي على دلتها، بالاخير بديني شو صار؟ يلا خافي. طيب لوين رايح هلا؟ بدي روح دقلي شوف شو جابت حرمته للشاوي. ايه بس تبقى طمني. ايه تقبرني. لك مو لا اطمن انا بالاول. ايه ايه معك حق. الله معك الله معك. يامو. نعم. يا يامو انا بدي بس افهم شغله وحده. ابي ليش كثير مهتم ايش كان مرت الشاويش جابت له صبي لما بنت؟ مزهرية خانو امرك يامو. انا ما بقول لك لما بتشوفيني معصبه وفاير قلبي ما بتقعدي بتتبارضي علي، تركيني بحالي. يوه يامو ايش حكينا؟ يا رب دخيلك اذا صحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا. صلي على النبي تقبرني. اللهم صل على سيدنا. ابن عمي لا تزعل مني، والله كنت بتمنى يجيب لك الصبي بس شو طالع بايدي. فهميها عكمان، خلصنا في رياض، خلصنا الحمد لله. الله نتعك بخير وسلامه. بعدين مين قال لكم انا ما بحب البنات؟ الله يشهد اني بحب البنات، بس شو بدي اعمل بابي الله يرحمه؟ هيك راسه يابس بده صبي. كل حال يمكن فال حلو جيت هالبنت اليوم اللي سباشي نشاط طلب ايد فتحيه مني. ايه لا تقبرني انا مالي موافقه. ليش مالك موافقه؟ هيك ما بعطي بنتي لشرطي، ما بعطي اياها لحتى يرجع رئيس كركون. خلاص مثل ما بدك، ما حدا بيخالفك واللي بيخالفك يقلب قرد. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفه ما احلاها؟ مثل ما قالت ام تحسين مثل القمر المصور تشبهني. اللهم صل على سيدنا محمد. يا فهم عرف فهم ولا احكي
احترامي سيدي. تاخذ اربع عناصر من الكراكون وتروح فورا لبيت عزو، بتجيبه وبتشحطه شحط لعندي لهون. لا سيدي عزو، شو عامل يعني؟ انت شو دخلك؟ انت ما دخلك بنوك، انت بس بتنفذ الاوامر، فهمت؟ حاضر سيدي. لا حول. يخرب بيتك، حطمت لي اصابع رجلي ومشط رجليك. شو هالبلوي اللي عندي هذا؟ الله لا يوفقه. بس معلش معلش، كرمال عين تكرم مرج عيون. ماشي يا باشا ماشي، حورجيك انت والمختار النصاب. مفكر اني ماني عرفان ليش رجعت رئيس كراكون؟ لك انا اليوزباشي نشأت على سن ورمح، عمشيكم مشية البطة السوداء. لا يا سيدي، رح مشيكم كرش الحجل. طمنيني طمنيني بصالح. جابتنا بنت من عمي، جابتنا بنت. الحمد لله الحمد لله يا رب، ألف شكر وحمد لك يا رب، يا الله يا كريم. عقبال إن شاء الله مرته الثالثة ما تجيب له بنت. آمين يا رب العالمين. آمين. ارتحت هلا ابن عمي؟ هلا ارتحت، بس لكن ما راح ارتاح على المظبوط مظبوط إلا لما مرته الثالثة بتجيب له بنت. ولك اطمن ابن عمي، أكيد راح تجيب له بنت، لأنه أخوك كل خلفته بنات، مو مثل حكايتك أنت تقبرني كل خلفتك رجال. حتى تعرفي قيمة جوزك. ويلي ويلي البنات، خلفت أخيك كلها بنات. ويلي ويلي البنات، هني ع قلبي سكرنا. البنات هني ع قلبي سكرنا. يا مو انت لقيت بدك تضل هيك قاعد، لا شغله ولا عملي. هاي اخوك حده اشتغل بالحمام، اخواتك عم يتعلموا عند حريم الشاويش شغله تنفعهم، وانت خلص بلاي شغل. امي بلاي شغل. لك امي ما صدقت على الله امتى انت طلعت من السجن لتعيننا. انا تعبت تعبت، ما عاد قدر على الشغل. يا مو قلنا لك عم دور على شغل، الا ما اشتغل. قوم يا مو ومفتح الباب. يلا افتح الباب يا عدو، افتح الباب. قولي يا دفعين.